فين الفرص انه مبرمج او شاب يفضل جوه بلده ويقدر يشتغل على نفس المستوى اللي هو بيتمناه؟ لانه هم يعني معذورين اذا كان مغري جدا الاجور خارج مصر قدام تحديات كتير انه يفضل في بلده ويكمل شغل. ينفع نعمل ايه؟ هي المعادلة لازم تكون موزونة زي ما حالتك بتقولي. اولا انا شايف ان الدولة ابتدت الاتجاه الصح انها تعمل البنية التحتية للشركات دي، وده اول خطوة بنقول في انك تستابلش الصناعة بتاعة المبرمج، ان لازم تكون البنية التحتية موجودة بحيث ان المبرمج يقدر يشتغل من بيته او يقدر يشتغل من مكان العمل، طالما في الاخر هيقدر يوصل الانتاج ده للشركة بتاعه. الجزء الثاني هو جزء ملوش علاقة بالدولة، جزء اكتر على القطاع الخاص. لما بنشوف بره في بلاد زي الهند بنشوف ان في شركات عدد العماله بتاعتها مثلا 10,000 او 15,000 مجرد مبرمج، وشغل الشركه دي مش ان هو يبيع منتجات لنفسه، هو بينتج برمجيات لصالح شركات تانية. نفس الكلام موجود في الصين، ان هو بينتج برامج معينه لصالح شركات امريكيه. يمكن كلنا عارفين ان اجزاء كتير من الحاجات زي اجهزه التليفون المحمول اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كلها مصنوعه في الصين. هي مصنوعه في الصين لصالح شركات امريكيه، والبرامج اللي محطوطة عليها محطوطة لصالح شركات تانية. فأنا بخلق مجال أو بعمل إيكو سيستم زي ما بنقول، إن الشخص ده بياخد تعليم معين، بيدرس البرمجة دي، وبيبقى شايف إن ده مجال هو هيكمل فيه مستقبله. وكل ما بيتقن العمل ده كل ما القيمة بتاعته والقيمة السوقية للشخص ده بتعلى، لدرجة إن إحنا عندنا زي ترم كده بنقول عليه اللي هو المانداي برايس، اللي هو سعر يوم الشغل للمبرمج. وسعر يوم الشغل ده بيختلف على عدد سنين الخبرة، على الكفاءة، على عدد لغات البرمجة اللي هو بيعرفها، قدرته على إنتاج برامج معقدة بأشكال معينة، وكل ما بتزيد الخبرة كل ما بيزيد التمن ده. يعني إذا كنا بنتكلم عن وظائف المستقبل، فالبرمجة رقم كام في وظائف المستقبل؟ أنا من وجهة نظري هي يعني يمكن رقم واحد، تشارك البايو كيمستري. يعني هم دول الحاجتين اللي انا شايف ان هم هيكونوا المستقبل. كلنا لما حصل الظروف بتاعه فيروس كورونا والجائحه ابتدينا ننتبه للجزء بتاع اهميه العلم شوية. اهميه العلم. وعلى فكره جزء كبير من الابحاث اللي طورت اللقاحات كانت مبنيه على برامج، فهم احتاجوا مبرمجين برضو عشان نقدر نوصل للتركيبه بتاعه الفيروس ده ونخلق اللقاح بشكل اسرع من المعتاد. بنسمع مصطلح تطوير البرمجيات، البرمجه في حد ذاتها بالنسبه لنا حاجه جديده. يعني ايه تطوير البرمجيات؟ تطوير البرمجيات ان انا اخد البرنامج بتاع السوفت وير ده لليفل 10. احنا النهارده كل البرامج او كل اغلبيه البرمجيات اللي موجوده بتبقى معموله انها تخدم برودكت معين او خدمه معينه، وبتبقى معمولة بناء على لغة واحدة من لغات البرمجة. اللي ابتدينا نشوفه في الخمس سنين اللي فاتوا ان احنا ابتدينا نستخدم حاجة اسمها الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. ان انا بيبقى قدامي كمبيوتر بقدرة عالية جدا من البيانات، ببتدي اغذيه بالبيانات دي، وكل ما بدي الجهاز ده بيانات اكتر كل ما ابتدي اطور من البرامج اللي انا حاططها واخدها الى بعد تاني. كمان حاجة مرعبة. لسه مصرة كده.